تعالوا نحكي عن الاستثمار. معك مصاري على جنب؟ فجأة أصحاب نصحوك استثمر بالسندات، بالنفط، بالخس، وانتي؟ أنا إنسان بسيط مش محترف ولا من وول ستريت وبتكاش تخاطر بمصرياتك. لكن بدل ما تسمع نصايح، عين جلسة مع مستشار استثمار مختص يبني لك حقيبة استثمار اللي تماما بتلائمك. لكن منلتقي بالفروع شخصي إنساني تكنولوجي. بنك أبو عليم دايما معك.